للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الدوحه الكاتب والباحث السياسي الاستاذ لقاء مكي. اهلا بكم استاذ لقاء الى هذه الجوله الاخباريه في اطار الصراع السياسي على المناصب. ايران تهدد رئيس البرلمان الجديد محمد الحلبوسي بكشف فحوى مكالمه مع لاريجاني، كيف هو الموقف الايراني برايك؟ نعم والله اعتقد ان هذه يعني بدايه سيئه لتولي السيد الحلبوسي لمنصبه، أن يدخل في مثل هذا الاختبار مع إيران. يعني أعتقد أن ربما كان من الخطأ بمكان أن يتعامل بسرعة مع هذا الملف بدون أن يترك الأمور لخيارات الدولة وليس فقط تقديرات شخصية. أعتقد أن إيران تحرج على العلن، وبالتالي أعتقد أنه ربما سيضطر الدفاع عن نفسه، وكما أشرت هذه بداية سيئة توليه منصب سيادي مهم هو رئاسة البرلمان. يعني هو الآن مطالب بأنه أما أن يرد أو يتجاهل، وفي كل الحالتين يعني في الواقع هو أصبح ضحية للتلاعب الإيراني، وهذه مشكلة كبيرة. نعم، يعني بشكل عام الحلبوسي محسوب على إيران بشكل أو بآخر. هناك من يرى بأن زوبعة التهديد الإيراني للحلبوسي تأتي ربما في إطار نفي هذه الحسابات، كيف ترها أنت؟ لا يعني هو ليس بهذا الشكل. يعني إيران ليس من يعني حينما إذا كان هو فعلا كما أشرتم قريب من إيران، فبالتأكيد إيران ستستفيد من هذا الخيار يعني، ولا تسقط بهذا الشكل معنويا. أعتقد أن المسألة لا تتعلق بكونه قريب أو بعيد. لا ننسى أنه هو بالنهاية لديه منصب رسمي، ويجب أن يتعامل مع دول مختلفة برؤية يعني نستطيع ربما أن نعذر في إذا ما جامل هذه الدولة أو تلك في واقع دبلوماسي، لأنه بالنهاية إيران متنفذة وقوية، ومن الممكن القول أن الأصوات الإيرانية في البرلمان محسوبة على إيران هي التي قادته للفوز. وبالتالي يعني هذا هو الذي يجعل ربما هناك توقعات كما حضرتك أفدت بأنه قريب من إيران. نعم. هذا قد يكون يعني صحيح، ولكن ليس بطريقة يعني القرب لا يتعلق بالتأكيد مثل الآخرين. لكن في كل الأحوال إيران إن كان هو تابعا لها فبالتأكيد لن تحرج بمثل هذا الشكل، كان يعني حقيقة تقوي موقعه. أنا أعتقد أنه تريد أن يعني تجعل أو تصغر أمام جمهوره وهو في مقتبل أو في بداية عهده بتولي هذا. نعم، السفير البريطاني يدعو نظيره الإيراني للقاء حول تشكيل الحكومة، يعني في أي إطار من الممكن وضع هذه الدعوة؟ وماذا بقي من سيادة العراق الجديد وما تم وضعه الآن في البرلمان؟ نعم، يعني هو الحقيقة رد وزارة الخارجية على السفير البريطاني ربما يكون غريب. صحيح من حق الدولة أن تدافع عن نفسها ضد أي تدخل، هذا حق مشروع بالواجب، لكن وزارة الخارجية تجاهلت التدخل الأمريكي الفاضح الذي سبق الانتخابات ورافقها وتلاها، ثم تتجاهل التدخل الإيراني الفاضح كذلك في نفس التوقيتات. إيران والولايات المتحدة لم تتدخلا فقط، وإنما هما التي شاركتا في صياغة معظم الملفات خلال الانتخابات وبعدها، وإيران بالتحديد كان لها قصر السبق في هذا الجانب. وسليماني والمبعوث الأمريكي ماكغورك يعني كانا مقيمان في بغداد حقيقة وفي باقي مدن العراق من أجل يعني الدفع باتجاه تشكيل كتلة أكبر أو نوع الحكومة التي تشكل. بالتالي السفير البريطاني حينما يتكلم بتغريدة يعني هذا تحصيل حاصل وأمر طبيعي حقيقة، حتى الآخرين لم ينتبهوا لي لأنه تدخل، لأنه أصبح من الطبيعي تدخل الجميع في الشأن العراقي. نعم. وبعدين السفير الإيراني نعم كتب تغريدة، لكن أصلا يقوم بجهود ونشاطات معروفة ومعلنة في التواصل مع هذا الطرف أو ذاك من أجل تشكيل الحكومة وفي إطار عقد الصفقات مع الفرقات. وصلت الفكرة للأستاذ لقاء مكي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.